حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني أبدع بي فاحملني قال فقال ليس عندي قال فقال رجل يا رسول الله أفلا أدله على من يحمله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله.